بنقول لحضرتك اهلا وسهلا يا دكتوره. اهلا بيك. اهلا اهلا. مساء انت طيبه يا دكتور. وانت طيبه يا فاطمه حبيبتي. حبيبتي دايما بصحه يا رب. طبعا شرف كبير ان يكون على راس طبعا اللجنه طبعا ام مصريه ورياضيه مصريه زي حضرتك، وبنوجه لك التحيه من قناه النادي الاهلي يا دكتوره. الف شكر، الف الف شكر. وقناه الاهلي دايما على فكره سباقه باخبار الابطال باخبارنا. ودكتوره يمكن فاطمه معانا، فاطمه نموذج للام طبعًا المصريه، اللاعيبه المصريه المجتهده الدؤوبه اللي هي زي ما بيقولوا ميد ان ايجيبت. تحب تقولي لها ايه يا دكتوره؟ احب اقول لها ان هي بطله عظيمه وانا بفتخر فيها في كل حته، ومشرفانا، وام عظيمه، وان شاء الله ان شاء الله ذهبيه في طوكيو يا فاطمه. ان شاء الله ان شاء الله يا دكتوره، ربنا يسمع منك. اسطوره، وبتقدري انت بتعرفي تتحدي المستحيل حبيبتي. ان شاء الله بدعواتك يا دكتور. ان شاء الله يا واحنا بننتهز الفرصه دي يا دكتوره، ونقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه طبعا بمناسبه عيد الام. وربنا يديك كل ام مصريه طيبه، وكل بنات الابطال البنات طيبين، والامهات طيبين، وربنا يديهم كلهم الصحه والعافيه يا رب. طب دكتوره كلمينا عن الاستعدادات طبعا لدوره طوكيو القادمه، اخبار الدنيا ايه؟ الدعم بتاع طبعا وزاره الشباب والرياضه، تخطيطاتكم ايه؟ طبعا احنا الدعم بتاعنا، احنا طبعا الحمد لله ان احنا جائحه الكورونا ما خلتناش غير ان احنا وقفنا بس يعني يا دوب شهر مستأنفة. الابطال بتوعي في معسكرات، احنا عندنا بطولات محليه شغاله، وكمان بنستعد ان شاء الله للمحطات المهمه اللي هي بتاهلنا لطوكيو 2021. يعني ان شاء الله هيكون عندنا بطوله سباحه جايه في البرتغال وفي شيفيلد، عندنا بطوله رفع اثقال ان شاء الله في جورجيا، عندنا بطولة ألعاب قوى لسه راجعين. يعني الحمد لله احنا أبطالنا مستعدين. إن شاء الله البعثة بتاعتنا هيكون فيها تقريبا 53 بطل وبطلة معانا إن شاء الله. ريشة طايرة بنت متأهلة معانا، بارا تايكوند إن شاء الله متأهلين معانا، التنس طاولة، السباحة، ورفع الأثقال، وألعاب البطل. طب دكتورة يمكن احنا في البطولة الأخيرة ريو دي جانيرو حققنا كام ميدالية متنوعة يعني؟ 12 ميدالية. كام يا دكتورة؟ 12 ميدالية. 12 ميدالية، حضرتك أكيد مخططة هل هنحقق نفس العدد ولا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. وأكيد إن شاء الله يا دكتورة نستأذن حضرتك على الهواء طبعًا، حضرتك تشرفينا أكيد في يوم طبعًا نعمل حلقة ونتكلم طبعًا عن استعدادات حضرتك واستعدادات الدولة المصرية للبطولة البارالمبية القادمة. دكتورة حياة خطاب. أنا بوجه طبعًا الشكر للدكتور أشرف صبحي على الدعم المادي والمعنوي، يعني هو بيدعم الابطال بتوعنا الحقيقه جامد جدا، وبيروح يزورهم في المعسكرات، بنعمل له تجميعات لكل الابطال، بيقعد معاهم مع المنتخبات، بيقعد طبعا يشجعهم. وطبعا انا بشكره جدا من خلال البرنامج الجميل بتاعه. دكتوره حياة خطاب طبعا رئيس اللجنه البارالمبيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومزيد من التوفيق ان شاء الله.